كنت في حال من قبل شويه صافي وقال لي بان خصني نجي لهنا لهذا المركز ديال السبيطار الحسن الثاني باش ندوز فيه صافي حنا جايين باش ان شاء الله ندوزو شي حاجه باش نبقى مزيان ان شاء الله. المادة اللي عندنا عندي مادة اجتماعيات من 3 ل 5 وهي أول امتحان عندي وإن شاء الله يكون خير في الامتحان. المهم المرض اللي جا ماشي اختياري يعني هو جا عندك يعني غادي دوزو صافي دوز امتحان باش معطى الله. وبالنسبة للناس الواقعين اللي كنشكرهم حتى ونسونا وما حسونا بأننا بخير وشكرا لكم. كيفاش دوزتي المسافة بين برشيد وسطات؟ حسيت براسي غير قد راسي في 16 غير ديجا شكرا لك كنت مجمع معاهم دونك في اطار التنسيق بين مندوبيه وزاره الصحه ومندوبيه التعليم قامت يعني وزاره المندوبيه بتجهيز واحد القسم خاص لاجراء الامتحانات لهاد الاطفال اللي مصابين خصنا لهم يعني قاعات منعزله الظروف المناسبه فيما يخص التعقيم فيما يخص يعني جميع الظروف المناسبه لاجراء هذا الامتحان يعني كان تنسيق تام بيننا وبين المندوبيه ديال التعليم بحضور يعني جميع هذا السيد المدير المستشفى الاخوان ديال المستشفى يعني جميع الظروف كانت متاحه لهم باش يدوز هذا الامتحان في احسن الظروف. هذه الزياره وقفنا يعني عن قرب عن مدى احترام هاد المسائل ديال الوقايه يعني وضعنا رهنا اشاراتهم كل ما يخص مسائل ديال التعقيم مسائل ديال يعني الوقايه ديال البافيت والامور كتمشي على ما يرام. ودونك بالنسبه لنا الهدف اللي كان منشود راه وصلنا ليه هو نوفروا جميع الظروف المناسبه لمرور هذا الامتحان. هذا من الدكتوره طراز زهره طبيبه مسؤوله عن الصحه المدرسيه والجامعيه باقليم سطات، اتشرف اليوم بالحضي بهذا اللقاء تواصلي مع ساكنه سطات للاطمئنان على الحاله زعما الوبائيه بالاقليم. وقد خلال العمليات ديالنا اليوميه في حاله وجود حالات يكون هناك تبادل معلومات بين وزاره الصحه والمندوبيه الاقليميه، وعلى ضوئها يتم سواء اغلاق القسم او اغلاق المؤسسه باكملها 14 يوما وليس زعما وهذا الاغلاق ليس اغلاق دراسه وانما نمر الى الدراسه عن بعد خلال هذا ال 14 يوما. دونك كانوا هناك كما تعرفون كانوا هناك مؤسسات اللي ضبطنا فيهم سواء حاله سواء جوج واتخذ هذا القرار سواء اغلاق القسم او اغلاق المؤسسه. دونك الحمد لله الحاله الوبائيه دابا في صفوف التلاميذ والاساتذه يمكن ان نقول انها متحكم فيها لاننا نرصد عن كثب الحالات بخصوص التلاميذ وبخصوص الاساتذه بشكل يومي، وهناك اتصال متبادل ما بين وزارة الصحة والمندوبية الإقليمية للتعليم وعلى ضوئها يتم اتخاذ هذه القرارات وشكرا.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.